السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنديروا الفيتوتشيني الايطاليه، ولكن بلمسه مغربيه غنتشاركها ان شاء الله معاكم. خاصنا هاد النوع ديال لي بات، هادو دائما نحترموا اللي كيكون مكتوب عندنا في لومبالاج على حساب لحقاش، على حساب النوع ديال الدقيق اللي كيديروه. حنا خصنا نطيبهم ما بين 6 حتى 9 دقائق. عندنا صدر ديال الدجاج مقطع، عندي نص بصله مشلضه، عندي جوج كيسان كبار ديال الحليب. هذا راه كاس كبير، ولكن هنا راه غديروا جوج كيسان ديال العنبه تقريبا عندي في هذا الكاس. هذا شويه ديال الزعتر، كريمه ديال الكوزينه، عندي هنا مشات لي سميتو، عندي الحبق مجفف. اللي عندها الحبق طري راه من الاحسن. انا ما عنديش الكوزه، وهي ضروري خصها تكون الكوزه. هنا غندير شويه من هاد الكنور ديال الخضره، عندي جوج دروس ديال الثومه، الملحه، الابزار، عندي جوج معالق كبار ديال الدقيق، الجبن ديال الموتزاريلا. هذا هو ضروري يكون، ولكن لا بغيتو تحيدوه تحيدوه تقدروا. عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده، وعندي لي شامبينيون مقطعين. دابا ان شاء الله غنبداو في الطريقه البنات. صافي انا بديت هنا، درت الزويته ديال العود، درت واحد شويه. دابا غادي نزيد الدجاج ديالي، نبدا نخلطو هنا. غنزيد عليه نص ديال الثومه اللي عندنا هنا، وغنزيد عليه شويه ديال الملحه، وغنزيد شويه ديال الزعتر، صافي. وغنصامر حتى يتشحر ليا الدجاج ديالي مزيان مع الثومه والملحه والزعتر، وانتوما معايا البنات. هنا كيف ما كتشوفوا الدجاج ديالي تشحر ليا مزيان. دابا غنحيدو، وانتوما معايا غنحيدو من المقله البنات. كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما حيدت الدجاج دابا غنزيد الزبده، ونزيد البصلة، وغندمع السيفة البصلة ديالتي حتى تطيح. غنزيد لها واحد شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار، نصامر هكا حتى تعسل ليا البصله ديالتي، وانتم معايا البنات. كيف ما كتشوفوا دابا البصله ديالتنا هي طاحت مزيان. هنا غادي نزيدو الشامبينيونز ديالنا، وغنبقاو نشحرو فيهم حتى تيطيحو لينا. وانتم معايا البنات. هنا كيف ما كتشوفوا معايا، درت واحد شويه ديال الماء وقطره ديال الزيت باش غنوجد لي بات ديالي، غنخليهم تما يغلي. وانتم معايا البنات. هنا غادي نهز جوج معالق كيف ما قلت لكم ديال الدقيق صغار، وغنبدا نحرك هنا في الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا.
كيف ما كتشوفوا معايا هنا غنزيد الحيط ديالي وغنستمر في التحريك بالزربه. البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنا زدت الكريمه ديالي. البنات قبيله، البنات كيف ما كتشوفوا معايا قبيله فاش كنت درت الشامبينيوني راه كنت زدت داك شويه ديال الثومه اللي بقى ليا ما سجلتهاش في الفيديو، ودابا كنستمروا في التحريك كنزيدوا واحد شويه ديال الابزار. وغادي نزيد واحد شويه من هذيك ضامه ديال الخضره، ما عادش نزيد بزاف، غنزيد عاد المقدار هذا. البنات اللي عندكم الكوزه ديروها، انا ما عنديش ما استعملتهاش. البنات كما كتشوفوا معايا دابا غادي نبداو نديرو في ليبار ديالنا في الماء لحقاش سخليه، ولكن غندير واحد شويه ديال الملحه معاهم. كما شفتوا معايا دابا غادي ندير الليبار ديالي بعد ما درت الملحه والماء سخون صافي، وغنخليهم كيف ما قلت لكم 9 دقائق صافي، وغنصفيهم وانتم معايا. البنات دابا هنا كيف ما كتشوفوا خصو يكون القوام ديال الكريمه بحال هكا. دابا غنزيدوا الدجاج اللي كنا حيدنا قبيله، وغنخليوه يغلي غير واحد شويه معاها. البنات كيف ما كتشوفوا معايا دابا غنزيد واحد شويه ديال الحبق يابس. البنات اللي عندكم الحبق طري من الاحسن صافي، ونخليها تغلي واحد شويه كيف ما قلت لكم. غادي نزيدوا واحد شويه ديال الجبن، ما غاش نديرو كامل، غنخلي واحد شويه باش نزين به، نزيد واحد المقدار بسيط. البنات هذا هو الطبق ديال الفيتوتشيني اليوم كيفاش كيخرج لينا، صراحه كيجي غزال. بعد ما طابوا لي لي بات زدتهم على الصلصه وخلطتها مزيان صافي، وكيف ما كتشوفوا زينت بواحد شويه ديال الجبن ديال الموتزاريلا وشويه ديال الحبق يابس. الا كان خضر وطري كما كنقولوا كيجي روعه. كنتمنى ان شاء الله البنات اللي باقي ما اشتركوش في القناه ديالي اشتركوا وفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلهم دائما الجديد، وما تنساوش تدعموني بزر اللايك، وبسلامه ان شاء الله حتى الفيديو اخر.